بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ لما تيجي تعلن خطوبة، انا دلوقتي هعلن خطوبتي، انا لسه ما كتبتش عقد زواج. الحين انا قابلت واحدة اسمها اي واحدة، اسمها اسماء، اسمها اي حاجة في التاريخ، هعلن خطوبتي عليها. بس انا لسه ما اتجوزتش، لسه ما كتبتش عقد زواج، دي اسمها خطوبة، ماشي؟ اشهار زواج، ماشي؟ لما اجي اعمل اشهار زواج، ما ينفعش اشهر زواج واعترض متراجع. ما ينفعش اعمل اشهار زواج والقمر في العقرب زي البت الواد اخو مالك كابلي اللي عمل اشهار زواج وتاني يوم اختلفوا. البت الغمديه، وش اسمها الغمديه دي؟ بحط لكم الاسماء دلوقتي الناس اسمه، والقمر في الجدي والقمر في العقرب. ما ينفعش اعمل اشهار زواج والزهره في الحمل والزهره في العذراء والزهره في الهبوط وفي العقرب او في الحمل او في العقرب او في العذراء او في اي زفت من الاماكن الزفته. ما ينفعش اعمل اشهار زواج والقمر اقتران زحل والزهره اقتران زحل والزهرة تربيع المريخ، الزهرة تربيع المريخ والزهرة مش عارف تربيع زحل، والزهرة وزحل تربيع القمر، والشمس تربيع زحل والشمس تربيع القمر. كل الاتصالات الخارة دي انت سبت الوقت كله اللي في السنة وجاي تعلن لي خطوبة وتعمل لي اشهار زواج. انا اشهرت زواجي او اعلنت خطوبة والسماء زفت. شوف، المفروض انك تخليك انسان محترم، المفروض انك تخليك انسان محترم. ازاي يعني؟ انت رحت اشهرت الزواج والزهرة في الهبوط في برج العذراء وعملت إشهار زواج واعترض متراجع، ففي نحوسات في فترة الخطبة، فترة الخطوبة كلها مشاكل. طيب لو عملت عقد زواج والقمر في العقرب او في نحوسات، يبقى انت برضو نفس النظام، عقد الزواج او اشهار او 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 اشهار الزواج او اعلان الزواج او كله او اعلان الملكة او الخطوبة او اي شيء، برضو لازم يبقى الوقت سعد. يفضل انه ايه بقى؟ انه كل حاجه تبقى سعيده. يعني اليوم اللي انت هتكتب في عقد الزواج يكون يوم سعيد، يوم كتابه عقد الزواج، يوم وساعه ودقيقه كتابه عقد الزواج والتوقيع عليه، يوم وساعه ودقيقه اشهار وقت الفرح او وقت الوقت ان احنا انا خطبت فلان وفلان خطبني وخطبنا بعضينا. اليوم ده لازم تهتم بيه، اليوم ده يوم مهم. ما ينفعش كده تقوم من النوم، ايوه انا قمت من النوم انا قررت ان انا اعلن جوازي على فلانه. طب هل اليوم ده سعيد يا هباب؟ لا. هل اليوم ده نحس؟ ما اعرفش حاجه، هو كده. اي ما تيجي طب انت بتتجوز كل يوم؟ لا. انت انا بسالك، انت بتتجوز كل يوم؟ لا. طيب انت بتفتح محل كل يوم؟ لا. طيب انت بتفتح سجل تجاري كل يوم؟ لا. انت بتبني بيت كل يوم؟ برضو لا. انت يعني بتفتتح مطعم كل يوم؟ برضو لا. انت يعني بتفتتح شركة كل يوم؟ برضو. مش تخليك محترم ابن محترم، خليك محترم ابن محترم، خليك محترم ابن محترم، واختار لي وقت سعيد، اختار وقت سعيد يا محترم، يا ابن المحترم، اختار وقت سعيد. ده ينفع تروح تكتب لي؟ يعني على العظيم يا اخي، اخي 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 يا جدعان، اخي اخي يا جدعان، اخي 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 اخي. الناس تروح تقال ان الزواج والقمر في العقرب وعطارد متراجع والزهره في الهبوط والقمر تربيع زحل والشمس تربيع المريخ وايه مكسود على دماغك ودماغ اللي جابوك انت وهي، وعطارد في القوس في الوبال. ايوه صح، نسينا نكتب الحته دي، عطارد في القوس، عطارد في القوس في الوبال، وعطارد في الحوت في الهبوط. ايه ده؟ 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 ايه قله الادب دي؟ ايه السفاله دي؟ ايه قله الادب والسفاله؟ هذه وقاحة، هذه وقاحة، يجب أن لا تحصل، يجب أن لا تجد هذه الوقاحة في خريطة أو في يوم إعلان الزواج، أو كتابة العقد. حلو الكلام، حلو الكلام، أنا فهمتك وعلمتك. ولا يفضل لا قبل الخسوف بأسبوع ولا بعد الخسوف بأسبوع، لا يفضل، أو لا قبل الخسوف بثلاث أيام ولا بعد الخسوف بثلاث أيام. يفضل أنك تبتعد عن الأوقات النحس، يفضل. انت حابب تسمع الكلام اهلا وسهلا، مش حابب تسمع الكلام انت حر، انت حر، محدش ضربك على ايدك. بس ما تجيش بقى تصوت، ما تجيش تقول لي اوبا انت ليه بتتكلم كده، انت مزعان، انت وانت شش. اخرس اخرس، قطع لسانك، ولا كلمه ولا كلمه ولا نفس ولا حركه، هش هش. لو سكت الجاهل ما اختلف الناس، قص ولا كلمه. بروح اكتب صوره دلوقتي واحطها عشان الجهل يتعلمه، وشكرا.